الاختصاص ديال المرحله الثانيه هي جد مهمه كاوتو كمتدخلين كتلاميذ حاضرين، هي المحطه ذات اهميه كبرى، والشكر موصول للجميع. حسين حسيني رئيس جمعيه فيستيفال تفاوين، اليوم كنعطوا الانطلاقه ديال الدور 14 من مهرجان فيستيفال تفاوين بواحد الفقره اللي هي جد مهمه، فقره تربويه اللي هي اولمبياد تيفينا. هذا اولمبياد تيفينا اللي هو مسابقه وطنيه للاملاء الامازيغيه، اللي هي واحد كنعتبروا حنا واحد ورش وطني، لانه فيه متدخلين متعددين من المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه الى الاكاديميه تشمس للتربيه والتكوين الى الجمعيه المنظمه لجمعيه فيستيفال تفاوين الى المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه. وكذلك انخرط الوزاره التربيه الوطنيه في كهيئه مؤطره. هذا الورش الوطني كيكتسي الاهميه ديالو في هذا الوقت الراهن، لان الكل يتحدث عن ترسيم الامازيغيه وسبل يعني تنزيل هذا المساله ديال ترسيم الامازيغيه. وحنا هذا الورش بدينا 12 سنه هذه، وحنا كناسسوا هذه المسابقه الوطنيه لان عندنا ادراك كبير باهميه هذا الورش اللي هو انجاح تدريس الامازيغيه في وحده ديال المحافظات، وحده ديال التحديات كاينه في هذا الجانب هذا. لهذا كنعتبروا حنا هذه المناسبه اللي هي تقريبا 5 الاكاديميات اللي حاضرين الان، وكانوا مسابقات اللي حضروا فيها تقريبا الاكاديميات كلهم المغربيه، كنعتبروا حدث وطني لانه كيحضروا فيه جميع الاطر على المستوى الوطني. انا سميتي فاطمه الزراي جماني، جيت من انزكان، جيت باش نشارك في اولمبياد تيفينا. شاركت العام اللي فات وما توفقتش، جيت هذا العام باش نشارك وان شاء الله نتوفق. حسن اخوات المشرف التربوي لاولمبياد تيفينا، اذا زكوسا دارت فوكلو تسموت فيستيفال تيفاوين توالت سمراوت الاولمبياد الوطنيه اولمبياد تيفينا، لكن السنه اللي حضرت منها والتكاديمين غلانت مسابقه وطنيه، هذه المسابقه الجهويه نسوس ماسا، تي المسابقه اللي قلت لنا لمدرستكم. انا حضرني 26 يوم حضرت، حضرت بعنوان ودريس الغصبصه دي كاتا المغرب امينو. بسم الله الورشه دي كابا هرايا الورشي كان مهم اللي غتصفوا قلات مسمو الفيستيفال تيفاوين من شكوز بوسياد من اللي غيبداو المكار الفيستيفال تيفاوين.